مشاهدينا حول العالم. Ask God to help us because this episode is very 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 dangerous. حصل معي؟ حصل معي. امتى؟ لا مش هقول لك الموقف، بس حصل لي 3 او 4 مرات. اول مره اتصدمت. لفظي ولا جسدي؟ ولا جسدي. لاي مدى؟ ما صح. استغفر الله العظيم يا رب. بتقولي حاجة كايداهم؟ يا اختي بتنحنح، بلشت تنحنح. شوف حتى قلة الأدب يا جهلة، أمثالكوا هيعرفوا مكانهم الحقيقي يا مدعي الإسلام. فلأن الرئيس محمد مرسي مؤدب، ولأن الرئيس محمد مرسي راجل عايز يشتغل، السواقط يشتغلون. ولا اسمي المنتي ارموسا. ايوه البغل. انت كام كام؟ 5 6 يعني. حكوا عليا انا ينعل. يلا ينعل. يلا ينعل. يلا يا بنت. يلا بحبكم جدا. 1-0 يعني شو؟ لا اوعى هو قتل بودي جارد ولا ايه؟ اقول لك انت يا عباس مطرب. ايه ده؟ اثنين تيتا في مصر يقولوا تيتا. كله كلا كلا دي عندنا حاجة كل الموضوع ما فيه ان انتوا خليتوا والدتي تزعل، واتقوا شر والدتي. انا بقول لكم بحذركم من امي.